معايا على تليفون الكاتب الصحفي والنائب الأستاذ مصطفى بكري. أستاذ مصطفى، مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ عبد. أهلا بحضرتك أستاذ مصطفى. قول لنا يعني كيف هي الأجواء كانت اليوم في مجلس النواب؟ يعني الحقيقة بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليوم سادت معلومات داخل مجلس النواب بأن المجلس سيعقد يعني في جلسته جلسة خاصة ربما لمناقشة تفويض السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد رئيس الجمهورية بتفعيل المادة 152 من الدستور والتي تفوضه في إعلان قرار الحرب دفاعا عن الأمن القومي المصري. الحقيقة أنه كان لابد أن تجتمع اللجنة العامة، فغدا سيعقد هذا الاجتماع، اجتماع اللجنة العامة، ثم بعد ذلك يعرض الأمر على المجلس. وهناك يعني أيضا معلومات تقول هناك اتجاه لعقد الجلسة السرية بحيث يعني يناقش فيها الأمر بحرية كاملة وتدلى فيها معلومات بخصوص ما يجري الآن ومن تحركات. ولكن في عفوا، جلسة المجلس يا أستاذ مصطفى ولا جلسة اللجنة، لجنة الدفاع والأمن؟ جلسة المجلس هناك اتجاه بذلك، ولكن في تقديري يعني إذا لم يكن هناك معلومات على جانب من الخطورة، أتمنى بالفعل أن تعقد الجلسة علنية وأن تعقد جلسة وتذاع على الهواء مباشرة. يجب للجميع أن يعرف موقف البرلمان المصري في دعم صانع القرار السياسي والعسكري في مصر. أعتقد أن الرؤية العامة لأعضاء مجلس النواب هو دعم قرار القيادة السياسية العسكرية، هو الوقوف خلف القوات المسلحة في دفاعها عن الأمن القومي المصري والعربي على السواء، خصوصا وأن مصر قدمت الكثير وأعلنت أصدرت إعلان القاهرة الذي فضل الخيار السياسي على الخيار العسكري. ولكن نحن ننطلق بالتأكيد بهذا الموقف استنادا للدستور، استنادا إلى دعوة مجلس النواب الليبي، استنادا إلى دعوة مشايخ ورموز القبائل الليبية، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للدولة مواجهة أي مخاطر أو اعتداءات قد تكون تمس بأمنها القومي. ولذلك ننتظر غدا، بالتأكيد ستكون جلسة هامة سواء فيما يتعلق بالقرار أو فيما يتعلق بالحديث عن التحديات التي تواجه مصر وليبيا على السواء. طيب يعني يمكن النهاردة كان في يعني تصريح مهم للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال جلسة البرلمان، لما قال إنه احنا مصر لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة في اثيوبيا. هل من يعني اجواء يعني كيف جاء هذا التصريح، في اي اطار؟ يعني حتى الان ما زالت مصر تتمسك بخيار السلم مع اثيوبيا، ربما يهدف الى اللجوء الى مجلس الامن مره اخرى لبحث الامر ودفع الدول المعنيه بان تتخذ الموقف اللازم حفاظا على الامن والاستقرار. ولكل ذلك نحن ننتظر الحقيقة التحركات السياسية المصرية في الفترة القادمة. ولكن مسألة يعني لن نقف مكتوفة الأيدي لا تعني اللجوء إلى أي خيار خارج الخيار السلمي حتى الآن، لأنه بالتأكيد مصر تفضل دائما الخيارات السياسية على أي خيارات أخرى. ولكن في مقابل ذلك لابد من التأكيد على حقوق مصر المائية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية قبل ذلك. طيب بالعودة إلى شأن الليبي مرة أخرى أستاذ مصطفى، يعني إحنا من 17 يوم تابعنا زيارة لأردوغان إلى الدوحة، النهاردة باعت وزير دفاعه أيضا إلى الدوحة، وكأنه يعني يريد أن يقول هو وتميم بأنه التنسيق معه مع بعض يعني على أعلى مستوى بين الدوحة وأنقرة فيما يتعلق بكل الملفات لا سيما ملف ليبيا. كيف أنت ترى ذلك؟ معلومات تقول أن قطر اعتمدت 50 مليار دولار على مدى 5 أشهر لنظير توريد أسلحة تركية إلى حكومة السراج ودعم حكومة السراج وحكومة الميليشيات. هذه إعانة تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وزير الدفاع ذهب للتأكيد عليها.
10 مليار دولار كل شهر على مدى 5 أشهر يعني خلال خمسين الفترة القادمة. مليار دولار مش 50 مليون 50 مليار، هذه هي مليار. المعلومات التي تتداول في لدى بعض الجهات المعنية. وكأنها يعني قطر تقوم بدور قطر دعم الممول. أساسي، قطر دعم أساسي وممول أساسي. طيب أيضا النهاردة كان في زيارة مهمة، يمكن أول زيارة من ساعة ما تفشى فيروس كورونا يقوم بها الوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى نعم، وكانت عمان. تصريحاته تصريحات واضحة ومحددة تتوافق مع التصريحات التي صدرت من الاجتماع الذي حدث اليوم. هل تعتقد يعني أستاذ مصطفى أن الموقف العربي سيكون صلبا في القضيتين، قضية سد النهضة وقضية تطورات ليبيا؟ أعتقد أن هناك إلى حد كبير جدا وعي بمخاطر ما يحدث الآن، وأتصور أن الموقف العربي يعرف تماما ويدرك تماما حقيقة ما يجري. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب الأستاذ مصطفى بكري، شكرا.